صحيح انتهت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ولكن الحقيقة المهرجان كان تارك بصمة وأثر كبير جدا، مش بس في الزوار، مئات الآلاف، يعني مش عارف، يعني ما فيش إحصائية، ولكن رقم كبير، يعني قد يتجاوز حتى المليون من المرتدين لمهرجان العلمين الجديدة السنة دي في 50 يوم اللي استمر فيهم. ولكن كمان الأثر كان في الطلب اللي خلقوا، أو في التأثير اللي خلقوا مهرجان العلمين الجديدة بسبب هذا الكم من الناس اللي راحت على الأهالي الموجودين في منطقة الساحل الشمالي، الأسواق بقى الموجودة في مدينة العلمين القديمة اللي هي الناحية التانية من العلمين الجديدة، الأسواق اللي قبل، الأسواق اللي بعد، التجارة اللي كانت منتعشة على هامش مهرجان العلمين الجديدة. نزلنا كاميرا من مصر وسألنا أهالي الساحل الشمالي واللي طالبوا هم نفسهم بأن المهرجان يستمر حتى فصل الشتاء، أو يعني في خلال الشتاء، عشان يبقى فيه رجل، عشان يبقى فيه شغل، عشان يبقى فيه رزق دايما مفتوح في المنطقة دي. مهرجان العلمين كان هم 45 يوم، وكان جايب ناس من كل أنحاء الدنيا، العرب والأجانب والمصريين من كل الدنيا. كان عامل حركة ترويجية للمدينة كلها بمنظر رائع، في شغل وفي حركة ومصدر رزق أكتر طبيعي، فاحنا نتمنى ان ده يكون موجود معانا طول السنه، مش في السيزون بس. المهرجان كان ممتاز جدا بالنسبه لانه عامل روج للمكان، المكان تعرف انت جديد، وعاوز برضو دعايات واعلانات وعشان الاقبال من كل محافظات مصر ومن خارج مصر برضو، دي تبقى ايه يعني ايه ممتازه للدعايه للي خارج يجي للمكان. المهرجان ليه تاثير كبير طبعا، ونتمنى يعني يكون في حفلات دايمه على طول، اصلا ده بناكل منه عيش، نتمنى يكون في حفلات لو حتى يعني كل شهر حفلتين ناكل منه عيش. جميع مثلا المهرجانات بتاعتك هتبقى هنا، تبقى زياده عندك هنا اهوت في اعداد سكانيه، وهي بدات تبقى مدينه سكانيه، تبقى تشتغل صيف شتاء. نتمنى ان هي تتنظم حتى لو حفله في الشهر او حفلتين في الشهر، لا هتعمل تغير حلو جدا يعني. من احسن المدن الموجوده في العالم كله، فالمفروض نستغلها اكتر من كده، طول السنه مش صيف بس، مش شهر 7 و8. الممشى كله كان مشغول، ما فيهوش حتى بنسبه 1% مكان فاضي من الكافيهات، ولا تشير او كرسي موجود فاضي. كانت اعداد مهوله، من الصغار للكبار للشباب كله كان موجود ما شاء الله. يعني الخير موجود، وبنتمنى ان هو يفضل دايما موجود معانا، وعايزين دايما اللحظات الحلوه دي نمر بيها، ومش عايزينها تبقى يعني تبقى مقطوعه. مهرجان جميله جدا، واجواء رائعه يعني فوق الروعه بالزياده، وحاجه جميله جدا لمصر ان احنا كنا فين وبقينا في حاجه تانية خالص، يعني بقينا يعتبر في منطقه عالميه، مش نتكلم مثلا لو نيجي نقارن مثلا منطقه زي كده ما نقولش ان في افريقيا، لا نقول دي في مكان في العالم. بتمنى المهرجانات تفضل موجوده على طول، يعني طبعا اجي في اي وقت واي ساعه يكون مهرجان شغال، يعني عشان نستمتع اكتر بالاجواء. احلى حاجه حصلت في مصر، وبجد حاجه حلوه جدا، وانا حبيت العالمين بسبب كده، فدي بجد حاجه حلوه جدا.